وطن عم تشد عيني لك يا وطن، والله انا ما بعمل شيء، والله ما بعمل شيء. حبيبي اشتقت لك كتير، امبارح كل الليل ما حكينا، انشغل بالي عليك. انا هون رح كون ناطرك بالمفرز، يلا ما تطولي علي. الو شو؟ ليلى هلا لقيتوه؟ كريم نزل حلل الموضوع مع هيبة، يحيي ناطرة بوت الزيارات. ليش شو فيه؟ نديم ميت بالحبس. هيبة شو؟ انت كمان مانعني اشوف بيي؟ اكيد لا، بس بيك عنده سلسلة تحقيقات ما بيخلص قبل بكرة. عال ناطرة لبكرة. هيبة ما فيك تبقي هون. هيبة بدي اياك تعرفي شيء. ما بدي اعرف شيء. انتو بدكم تعرفوا انه انا صار لسنين عم ببكي على بيي ومحرومة منه. انت ووائل حبيتكم كتير واعتبرتكم مثل اخواتي. انت اول ما تعرفت علي مش قلت لي انك بتعتبرني مثل اختك كلارا؟ كريم بليز، اذا بتعتبرني مثل كلارا خليني اشوف بيي. ترجيك بس هالطلب. شبك احكي شبك. بيي مات، خسرته للمره الثانيه. ماما مات، ماما مات. أمي وضعك مش عجبني. لا أمي أنا منيحة. أنت أكيدة؟ أكيدة، بس هيك إحساسي مش مرتاح ولا لشي. أول مرة بشوفك ملبك وخايفة هالقد. إذا في شي بدك تخبريني قولي، احكي. وين مرتك؟ عم تتحمم. أشرف قلي الحقيقة، انت ما بتجيبه ليه؟ بدي تحقق لي مع الكل. موتة نديم ما اجت هيك صدفة. مين معقول يكون ورا مقتله؟ مش بعيد يكون هذا الحيوان بلقيس. يعني شو هالصدفة انه نديم امبارح اعترف بالمزور، اليوم لقيناه ميت. خاصة أنه مبارح عارف بمداهمة لأبوه. هيئته حس
هيدو حس إنه الحبل بلش يقرب على خنيقه. 100%. بس دايما كنت قلك هذا نديم ما بحياتي فهمت له. ما فيك تعرفه إذا صادق يقول لك الزيب. وقصة بيع المخدرات على البور. مش بعيد يكون بلقيس ملفق له إياها. وقتا شفناهم بالبوب قلنا نديم هو الراس وهيداك إيده اليمين. على كل حال هلأ نديم راح وأخذ سره معه. أنا لهون بتكون خلصت مهمتي. الباقي عند ربنا. ما بعرف إذا رح تفهم علي. بس الأم اللي كنت عايشة فيها الكم يوم إنه يكون في حدا بيحبني وبيخاف علي راح. هالمرة مات عن جد. بيي مات. تسمعيني؟ مين اللي مات؟ عن مين عم تحكي؟ بيي ابني فريد نديم. هول كلهم ماتوا؟ كلهم مات. هبة؟ يي شو بكي؟ شو صاير؟ شو في هبة؟ شو في احكي؟ عم عزي ستي بابنه. شو؟